مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كان آر تي في صوت العرب من كندا. كما عودناكم في هذه اللقاءات أنه إحنا بنحاول نحاور شخصيات سواء من الشباب من الكبار اللي فعلا غيروا في حياتهم ونجحوا في مستقبلهم. ولا أخفيكم، في كل حلقة من هذه الحلقات أنا أتعلم الكثير. يعني أنا شخصياً أرى في هذه الشخصيات inspirational، بحاول أنه دائماً هم يعطوني دفعة إلى الأمام، سواء في تطوير موهبة أو في تطوير عمل أو في تطوير جزء من نواحي الحياة. اليوم موهبتنا موهبة فريدة موجودة في مصر أم الدنيا، حنكون معنا الشابة رودينا. أهلا وسهلا يا رودينا. أهلا، ازي حضرتك؟ رودينا نصر أهلا محمد، وسهلا. اسم جميل جدا، ازيك؟ ميرسي جدا لحضرتك. الحمد لله. الله يخليك. رودينا، أول حاجة عمرك كام؟ 13 سنة. العمر كله إن شاء الله. أنت من وين؟ من مصر؟ من القاهرة. من القاهرة، قاهرة المعز. أكتر حاجة بتحبيها في القاهرة إيه؟ بحب فيها أماكن كتير. أكتر حاجة عاوزك تحكي حاجة. يعني أنا بحب القاهرة، يعني فيها أماكن كتير حلوة قوي، وفيها أماكن التنزه والترفيه جميلة جدا، طيب رودينا، فيها أماكن سياحية جميلة. لو أنا جيت القاهرة، أول مكان حتوديني عليه إيه؟ النيل، برج القاهرة، الأهرامات؟ لا لا لا، طبعا حضرتك الأهرامات. الأهرامات يا عيني. رحت الأهرامات يا رودينا؟ رحتها مرة. أنا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا فيكي. طيب سألت حضرتك. يا رودينا، الآن بنسألك شوية عن العائلة، عندك إخوان أخوات عندي أخ صغير ولا آدم، كبير؟ لا صغير، بغلبك خمسة ولا أنت ابتدائي مغلباه؟ يعني كده كده مع حضرتك، الصراحة، يعني الصراحة يا رودينا، مع بعض يعني. طيب أنت بالمدرسة، اسم المدرسة إيه؟ خديجة أم المؤمنين، ما شاء الله، أي صف؟ السنة الإعدادي. ما شاء الله، كويسة بالمدرسة ولا نص نص؟ لا الحمد لله، متفوقين دراسيا. ما شاء الله، أوكي. طيب أنت بالمستقبل، اتفضلي. بطلع الحمد لله من الأوائل على المدرسة وعلى الإدارة. ما شاء الله، دي حاجة جميلة. بالمستقبل حتبقي إيه إن شاء الله؟ طبيبة. يا عيني يا عيني، عاوزة تبقي طبيبة ليه؟ يعني أعالج المرضى، ولأن الأطباء بيطلق عليهم اسم آخر، وهو الجيش الأبيض. نعم، يعني الفرحة أما يتم علاج مريض وإنقاذه من مرض خطير، بتبقى فرحة جميلة جدا. أكيد أكيد. بس أنت وكمان يعني أنفع المجتمع وأقدم الوطن العربي. بس أنت بتعرفي إنه الطب صعب، أيوة عارفة، بس ما فيش حاجة وتتذكري صعبة على ربنا. لما جت الكورونا عاشوا أيام صعبة الأطباء. أيوة طيب لسه عاوزة تبقي طبيبة؟ ده حلمي، ومستحيل يعني من المحال أن أسيبه أو أستغنى عنه أو أضيع الفرصة. أنا عاوزة أمتهز الفرصة وأكون طبيبة ماهرة كمان. يا أهلا، إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله إن شاء الله. طيب،
الهواية تبعتك إيه يا دايما؟ الغناء والتمثيل. حلو حلو. الهواية دي بدأت إزاي؟ كنت صغيرة في المدرسة بلتزم بالأنشطة المدرسية، وكنت بغني، فوالدتي اكتشفتني، ماما اكتشفتني، والحمد لله يعني، واتقدمت، ودكتور حاتم العناني ساعدني كتير جدا، تحية للدكتور حاتم إياه. أحب أشكره، الحاجة دي وأحب بدت، أشكر حضرتك كمان. الله يخليك، بدت قبل كم سنة تقريبا؟ قد كان عمرك لما بدأت تغني وتمثلي؟ يعني كنت في أولى ابتدائي. أوه، ولا ابتدائي زمان يعني. أوكي حلو. طيب أنت بتشعري حالك مغنية أكتر ولا ممثلة أكتر؟ أنا بصراحة بحب الاتنين، مهم. والحمد لله ماهرة في الاتنين، والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنا عاوز نسمع حاجة من الغناء، ممكن تغني لنا حاجة قبل ما نبدأ؟ حاضر، هقدم أغنية مش لمصر بس، لأ، ده الوطن العربي. يلا. وطني يا أغلى وطن في الدنيا، وطني يا العالي الحرية، انت الباني مع البنين، وانت الهادم للعبودية، انت الباني مع البنين، وانت الهادم للعبودية، الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي، الصوت صوتك حر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي، يلي ترابك كحل العيني، يلي هواك عطر بيحيني، انت حبيبي يا وطني العربي. جميل جميل. بتغني ليه للوطن العربي؟ ايه ليه ما تغني بس لمصر؟ لا، الوطن العربي احنا كلنا واحد، كلنا أمة واحدة، ويعني الوطن العربي ده أجمل الأوطان. نعم نعم طيب انت ما شاء الله عليك يعني غنيتي في عدة اماكن، لو تحكي لنا بعض هاي الاماكن اللي غنيتي فيها على المسرح او في مسابقات وجوائز اخذتيها. أيوة، غنيت في المدرسة، وغنيت في المبدعي العرب، وغنيت في الاتحاد الليبي، ما شاء الله. وغنيت في الأوبرا. واو. طيب سؤال مهم جدا وكمان الآن، تفضل اتفضل اتفضل، كمان. لا كنت هتكملي، كملي. كنت أغني برضو في الراديو مع الدكتورة عايدة حيدر من لبنان، في حلو تواصل معاها مع حضرتها، وإن شاء الله يعني إن أغني شاء مع الله. حضرتها. طيب ردينا، في سؤال مهم جدا جدا، هل اتفضل. الموهبة فقط موهبة وخلاص ونعتمد عليها، ولا أنت بتروحي بتتدربي عندك تدريبات عشان تطوري من نفسك؟ لا، بتدرب في مركز طلعت حرب الثقافي، بتدرب كغناء، يعني اعدل من موهبتي وانمي منها عشان حلو. اكون احسن واقوى. ومين اللي بيدعمك في الموضوع ده؟ والدك، والدتك، مين اللي بياخدك وبوديك كل يوم؟ ماما يا ربنا يحفظ لك ماما، يا رب ربنا يحفظ لك يا رب اياها. يا رب. طيب انا عارف ماما قد ايه هي مهمة في حياتك، بس طبعا لو هي كل حياتي. سألتك سؤال، في عندك أغنية لماما؟ عندي أغنية لماما. يلا سمعينا. بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده ايه
اللي تدي حنان كده من غير حساب، نبوس التراب اللي ماشية عليه أمي، ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي. كفاية كده عشان بس هعيط. الله تأثرت. عفوا، ما اسمع لحضرتك شيء، مش سامع حضرتك حاجة. بتغني بشعور بحكي شكرا لحضرتك. يعني amazing، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت صوتك جميل. طبعا اللي مش عارفين، احنا عاملين بنسجل اوفر انترنت، فاحيانا الصوت بيكون فيه تقطع بسبب الانترنت، بس الصوت جميل جدا، خامة الصوت رائعة عندك، ما شاء الله عليك. شكرا ربنا شكرا يحفظك يا رب. شكرا. طيب انا هسألك سؤال دلوقتي عن التمثيل. تفضل. انت مثلتي حاجات على المسرح، ممكن تحكي لنا بعض هذه الحاجات اللي مثلتيها؟ حاضر. كان بحب دايما أمثل التمثيل الكوميدي لأنه بيكون حلو كده وبيضحك ويعني جميل جدا. فمثلت لدنيا سمير غانم في مسلسل في لالا لاند عتاب، ومثلت مي عز الدين في مسلسل دلع بنات كوريا، ومثلت تانية حاجات، ومثلت المربوحة رحمة أحمد في مسلسل كبير الجزء السادس مربوحة، ما شاء الله. ولسه برضو بكمل تمثيل يعني أعطينا دور بنمي بسيط الموهبة. كده من التمثيل الكوميدي. حاضر. هقدم لحضرتك عتاب دنيا سمير غانم في المسلسل في لا لاند. ايه دوم، هو لسه في ناس بتصل على تليفون البيت؟ خلاص الموضوع ده انتهى، الوقت في محاميه. الو، ايوه، مين؟ اهلا، ازيك يا ست الكل، ازيك يا مدام ناهد؟ وصل الغاز ولا وصل النور؟ وصل النور على السفرة، بس وصل الغاز في درج البوفيه. ماشي حاضر. 9 4 5 2 6 1 1 2. وانا لا حضرتك اروح، ما انا حضرتك حافظاه، ما انا رمحت الصبح وانا مفقش البيت. ماشي حاضر، خليكي معايا على التليفون ثانية واحدة. انا براح، هو انا بتمشى، هو راح اجيب الوصل، راح اجيب الوصل اللي على السفرة. ياه، المشوار طويل قوي، ربنا يوسع عليكم. يا مدام نهد، الوصل اهو، 9 4 5 2 6 1 1 2. الله يا رب تيجي تلاقيني متكهربة ونايمة على الأرض كده، هون أنا ماسكة الوصل في إيدي. ماشي، سلام. يا عيني أبدعتي أبدعتي. طيب اللي أخذتي جوائز، أنت إيش الجوائز اللي أخذتيها؟ خدتي شهادة تقدير من الصحافة، في من صحافة عاجل مصر الإخبارية، وخدتي كارنيه مدى الحياة إني ممكن أكتب في الجريدة الإلكترونية لعاجل مصر الإخبارية، وخدتي لقب سفيرة الطفولة ما شاء الله. في الإبداع، وخدتي شهادة تقدير من مبدعي مصر والعرب، وخدي شهادة تقدير من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، حلو. وخدي شهادة تقدير من الأوبرا، ما شاء الله. وشهادة تقدير من الاتحاد الليبي الصحيفة الليبية، وأخدت برضو وأخدت ميدالية برضو عن ساعة يوم مصر لما قدمت يوم في حب مصر، حاجة جميلة وغير التكريمات اللي كنت بتكرمها في المدرسة، ما شاء الله ما شاء الله. وخدت الطالبة المثالية على مستوى إدارة المعادي.
جميل جميل. طيب انا هسالك سؤال دلوقتي يا رودينا، اللي هي هل كنت تشعري ان الطريق كان دائما جميل وسهل، ولا كان في بعض الصعوبات وقدرتي تتجاوزيها؟ يعني بص حضرتك، هو في كل طريق لازم يكون صعوبات، بس لازم الإنسان يتغلب عليها. بس أنا الحمد لله يعني كانت الدنيا كانت متوازية، والحمد لله ناس كتير وقفت جنبي وسندتني وشجعتني. وأحب أشكر طبعا ماما، وأحب أقدم برضو تحية كبيرة لجد حاتم، يا عيني، المدرسة لأنه كان دايما كان ساندني. لها دور في مساعدتك؟ أيوة المدرسة قدمتني وجهتني لإدارة التربية والتعليم المعادي، ومنها الحمد لله قدرت إن أنا أتقدم للمكان اللي أنا فيه دلوقتي ده. ما شاء الله ما شاء الله. بتذكري حدا من المدرسين أو مدرسات ساعدوكي؟ أحب أشكر مدير المدرسة أستاذ فؤاد سالم، ودكتور حاتم العنني، والدكتورة إيمان مديرة إدارة التربية والتعليم، حلو. والدكتورة أميرة الوكيلة وكيلة التربية والتعليم، لأن هما بجد ساندوني ووصلوني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الله يوفقهم يا رب، وشكرا ليهم جميعا، من ماما جدو حاتم، المدرسة، كل من ساعدك ودعمك. طيب أنا بدي منك رسالة لأطفال العالم وأطفال مصر، تحكي لهم إيه؟ بقول لهم لازم تحققوا حلمكم، لأن لازم كل فرد من المجتمع لازم يكون عنده حلم لازم يحققه ويفيد بيه بلده والمجتمع اللي عايش فيه ووطنه طبعا. ولازم هتواجهك صعوبات كتيرة جدا لازم تحققها، ولازم تكون عندك انتماء لبلدك وتحبها، وتكون واثق من نفسك ومن ربنا طبعا، وعشان تبدع وتقدم أكمل ما عندك. يا عيني يا عيني. طيب أنا بالنهاية عاوز أسمع أغنية منك حسب أنت اختيارك. حاضر أغنية بلادي يا أحلى البلاد، يا بلادي فداكي أنا والولاد، يا بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف الأمل سهران في البلاد والعزم طبعا انا اعتذر عن التقطيع، اعتقد في مشكله في الانترنت عند رودينا. فاحضان الشر كده تمام. كان في تقطيع رودينا، الذنب مش ذنبك، ذنب الانترنت، معلش. بس الاغنيه جميله جدا ووصلت لنا المشاعر. رودينا أنا بدي أشكرك على لقائك الجميل اللي أعطيتينا إياه اليوم، والفرصة الرائعة، وأتمنى إنه لما أجي مصر توديني على الأهرامات. طبعا، وأنا فخورة جدا إني تواصلت مع حضرتك وتحدثت معك، يعني بجد كانت أجمل دقائق إن شاء الله أجمل نراكم لقاء سعدت عليه، مشاهد. آمين يا رب، آمين. شكرا لك رودينا، وسعيدة وشكرا جدا لكل من سعيدة دعم جدا رودين، وأنا سعيد، أنا سعيد جدا. إن شاء الله نراكم في لقاء خاص في الأسبوع القادم بنفس الوقت.
تصبحون على ألف خير.